نظمت مديرية الصحة بالأسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في قرية البكتوشي في ريف المنتزه. تستمر القافلة العلاجية لمدة يومين وتستهدف تغطية أكبر مساحة غير متواجد بها مستشفيات أو وحدات صحية، وتقدم القافلة خدماتها في 11 تخصصا منها الباطنة والأطفال والأسنان والنساء وتنظيم الأسرة والجلدية والعظام والرمد. موجودين في عزبة البكتوشي، تحديدا في مدرسة البكتوشي الثانوية، جايين قافلة بحوالي 11 تخصص. المنطقة هنا في حي المنتزة، بتبعد حوالي 17 كيلومتر عن أقرب مستشفى عام أو مركزي. احنا طبعا جايين بمشاركة حياة كريمة موجودة معنا، القافلة كلها بتندرج تحت خدمات الميت يوم صحة اللي أعلن عنها من 25/6، مستمرة إن شاء الله لغاية 6 أكتوبر. و احنا لغايه دلوقتي من امبارح للنهارده عاملين تقريبا كشفين على فوق الألف مريض، ولسه مستمرين ان شاء الله، القافله لسه مستمره. شهدت قريه كفر الباجه بكفر الزيات تقديم الرعايه الطبيه وصرف العلاج بالمجان لنحو 1126 حاله من خلال القافله التي نظمتها مؤسسه حياه كريمه بالغربيه. كما تضمنت القافله الطبيه تحويل 86 حاله إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 5000 رأس ماشية وطيور وإجراء اختبارات لمحو الأمية لنحو 151 مواطنة. جينا يعني من الساعة 8 عشان نخدم أهالينا في قرية كفر الباجة، واحنا بنشكر حياة كريمة ان هي بتدينا الفرصة ان احنا يعني بننزل في العمل الخدمي وان احنا نقدم الخدمات كلها لأهالينا في القرى. بدأنا النهاردة كان عندنا أكتر من 15 عيادة مع الطب البيطري. النهاردة كان في إقبال شديد جدا من أهالي القرية ومن القرى اللي حواليها. يا رب نكون ظهرنا في أحسن مستوى يا رب. بنشكر حياة كريمة اللي ادتنا الفرصة دي اللي احنا نتعاون مع اهالي الكرة. جيت النهارده اللجنه كشفت وادوني العلاج. انا كنت بنروح طنطا بناخد 3 ساعات ماشي وبنضيع النهار كله. فالحمد لله نشكر القافله اللي وصلتنا لحد قريه كفر الباجه، والحمد لله على كده ربنا يزيدهم ويكرمهم يا رب العالمين.